قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. يا خوتي نكملوا في ردنا على التوانسة اللي راهم يتهجموا على كل ما هو جزائري. يا خوتي نتكلموا على الناس الحاقدين على الجزائر يا خوتي، أمثال ذلك الطباخ التونسي الذي خرج واعتذر وهو يبكي، أمثال تلك الخانزة التونسية يا خوتي التي تكلمت بالسوء حول الجزائر وقالت بأن الجزائر ما عندهمش بلاصة يحوسوا فيها يا خوتي، ياكم تشوفوا سبحان الله. في هذا الفيديو جينا نرد عليهم بطريقة أخرى، يعني طريقة على بالي يا خوتي الجزائريين راح تعجبكم بزاف. راح نشوفوا كيف ما يفعله الجزائريين وكيف يعامل الجزائريين خوتهم التوانسة، راح تعرفوا الفرق بين الحاقدين وبين ناس يا خوتي قلوبهم بيضة. سبحان الله الجزائري قلبه بيض من الأخر. قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة أطغوا عليه بلي لايك، كل جزائري دخل الآن يشوف الفيديو هذا أهبط دير لايك، ما راك خاسر والو، لأنه التوانسة راهم هبلوا علينا بالسينيال. أنا دائما نقولها لكم خوتي لأنه حقيقة نتعبوا في خدمة هذه الفيديوهات باش ندافعوا على الوطن هذا، أنتم فقط تساهموا في انتشار هذه الفيديوهات باللايك. صدقوني يا خوتي الفيديو اللي راح نعته لكم الآن تفهموا مليح معنى الجزائري وش معناته الشعب الجزائري والمواطن الجزائري. جزائري يدخل السجن ولمدة 6 أشهر من أجل ماذا خوتي؟ من أجل ماذا في رأيكم؟ هيا ترى قولوا لي من أجل ماذا؟ بكل بساطة من أجل أن إنجليزي حرق العلم التونسي. كحرق العلم التونسي هذاك الجزائري محملهاش وأعطاه طريحة أكلاب، وبالتالي تم سجن الجزائري ودخل 6 أشهر حبس. راح نشوفوا الفيديو كيف تاع هذا الجزائري وش يقول خاوتي، اسمعوا مليحة. 5 أشهر سجن على جال تونس، انا اللي ضرب الانجليزي. في كاس العالم في فرنسا. انا اللي ضربت الانجليزي عشان حرق علم تونس حرقته. راكم تسمعوا اخوتي الكرام، هذا ما فعله جزائري كي شاف انجليزي حرق العلم تاع تونس. سينو لو كان ما جاش الجزائري قلبه بيض كون ما درهاش هذه الخرجة، علاه باصا روحو مسكين سيد ضرب 6 أشهر في الحبس. ايش نادم علاش دخلت للسجن 6 أشهر معروف في تونس. وراكم تعرفوه يا التوانسة نورمال مو راكم تعرفوه وتعرفوا هذه الحكاية تاع الجزائري اللي دخل للسجن على جالكم. ومن بعدها تخرجوا لنا وتقولوا لنا الجزائريين ما نحتاجوكمش وما تجيوش عندنا، انتم مهابل وقيلة، احنا ما نحتاجوكمش انتم اللي تحتاجونا. وهذا ابسط مثال، هذا ابسط مثال فقط. انجليزي اللي قاس علام تونس قصته، اللي حرق علام تونس وحرقته. ضربته انت؟ ضربته انا اللي ضربته ومش نادم، رغم واش صرالي 6 أشهر سجن والمواصلالي بعتوني من فرنسا لكن مش نادم. راكم تسمعوا يا خاوتي، قاموا بترحيله حتى من فرنسا من اجل تلك الخرجة. هاي كي شغل ريسكا بكلش بحياته كامل خاوتي، تخلي الحبس ورحلوه وما على باليش، ومن الاخر وش قالهم؟ قالهم انا مانيش نادم، انا مانيش نادم. هذا هو الجزائري تاع الصح، هاي الهدرة اخويا صحيت. لعشان انا مكرم في تونس، كي نروح الشعب التونسي مكرمني، حب كبير تونس. لا حب كبير، وزبير بيا وزياد يعرفني تيوري، يعرفوا حكايتي في تونس بسبب انه الجزائري ما انكرش خير التوانسة. خاوتي نحكي على التوانسة اللي استقبلوا هذا الجزائري استقبال مليح في ديارهم، استقبلوه بيان خاوتي، فما انكرش الخير تاعهم، مش كيما بعض التوانسة اللي راهم ينكروا في الخير تاع الجزائر. ها كاين هذاك الطباخ وصف الجزائريين بانهم جبورة، انت مهبول وقيل انت يا الجزائري سيدي، كان نقولها لكم عاودها. سلم لي عليهم اللاعبين القدامى كلهم يعرفوني، سلامت لكل الشعب التونسي. انا في الجزائر عيطوا لي محملاوي التونسي، محمد التونسي وماش نادم. سلام على اهل تونس. راكم تشوفوا يا خاوتي حقيقة فيديو اسطوري، هايا وش تزيدوا تحكيوا يا الاعلام التونسي بعد هذا الفيديو فقط.
هيا يقولون تراه يا التوانسة وش راح تقولوا؟ هاو الجزائري، شت الجزائري اللي راك تتكلم فيه بالسوء في القنوات الإعلامية تاعكم، هذا هو الجزائري من أجل العالم تاعكم، يعني ما هوش تاع بلادو، هذا العالم تاعكم فقط ودار كيما هكذا، فتصوروا وكون قاسلوا العالم تاعو يا خاوتي. المهم قلنا من أجل العالم تاع تونس دخل الحبس 6 أشهر، ضرب 6 أشهر وهو في زنزانة، 6 أشهر وهو يعاني خاوتي، وبعد ما خرج من الحبس زادوا عاقبوه سواء خاوتي بالضرائب، راكم على بالكم ثم اللي يدير يخلص تسمى بالدراهم عاقبوه. ايضا اخوتي الكرام قاموا بترحيله من دولة خيرانصة انذاك، يعني السيد سوفرا والسيد ريسكا بحياته كامل، ريسكا بحياته كامل من اجل عالم تاع تونس، ومن بعد التوانسة تردوا علينا كيما هكذاك، تردوا علينا وتطلقوا علينا السموم تاعكم عن طريق هذوك الخنزين تاعكم كيما هكذاك، هذا الامر ما نتقبلوهش ابدا. احنا الجزائريين عمرنا يا اخوتي الكرام ما قسنا بلاد، جامي احنا الجزائريين قسنا بلاد، ولكن اللي يغلط معاناكم على بالكم. دايما نقولها لكم يا التوانسة، الجزائري الجزائري يسامح بصح ما ينساش، عمره ولا ينسى الجزائري، جامي ينسى الجزائري، تغلط معاه يبقى متفكرها لك، ودير فيه الخير يبقى متفكرها لك حياته كامل. والدليل هذا خوتي هذا الجزائري قال لهم انا التوانسة استقبلوني بيا وعاملوني بيا، فسبحان الله شفت الانسان يحرق في العالم التونسي كيفاه نسكت انا وهذو الناس داروا فيا الخير؟ محال، عبالك وش معناتها تحرق عالم تاع بلاد خوتي؟ معناتها راك اهنت تلك البلاد، راك ذليت تلك البلاد، راك اسقطت قيمة تلك البلاد، تولي ما تسواش كي يتحرق العالم تاعك. من الاخر كاينه حروب يا خوتي صارت بسبب العالم، احراق العالم فقط، ولكن السيد ما خمم في والو في تلك اللحظة، شاف العالم التونسي تحرق راح ديركت. اراكم تعرفوا الحرارة الجزائري، الجزائري ما هوش بارد كيفكم يا التوانسة، هذه حقيقة انتم وعلى بالكم بها. على كل حال انتم ماكم شعب نحاولكم الدين من الدولة تاعكم ما درتوا والو، اراكم ساكتين الى حد الان ما شفنا حتى خرجة. كما على بالكم خاوتي فصلوا الدين عن الدولة التونسية وقال لهم ان الدين يرتبط بالمجتمع التونسي والأمة التونسية وليس بالدولة التونسية، هاكم تعرفوا كلمات تبلعيط السياسة فقط، يحب يغطي الفشل تاعو مسكين ما لقاش كيفاش، قال لهم مرتبط بالأمة الإسلامية. وش نزيدو لكم التوانسة، ردينا عليكم بالقباح، ردينا عليكم بالملاح، كيف راكم حابين نزيدو نردو عليكم؟ قولوا يا التوانسة شحال من خطرة نقولو لكم، احمد ربي اللي عندكم جيران كيما الجزائر، راهي مدت لكم الغاز، مدت لكم التريسيتي، مدت لكم السياح، هي اللي ساهمت في انه الاقتصاد تاعكم يمنع هذا العام بفتح الحدود التونسية خاوتي الجزائرية، راهي مخليت لكم الشعب تاعكم يدخل للجزائر ويعيش، اوكل يا التونسي، اشري يا التونسي، اقضي يا التونسي، يقضيوا من عين فكرون يا خاوتي، يقضيوا من العلمة، شكاير شكاير تعرفوا خاوتي صدقوني غير شكاير، يقضيوهم من عند الجزائريين ويدخلوهم لتونس وعادي جدا. شفتوا هذاك الجمركي الجزائري ولا العسكري الجزائري في الحدود كيشغل غالق عينيه، فهمتوا خاوتي؟ والله كيشغل يدير كمامة على عينيه، غالق عينيه ما يشوفش، دخلوش حبيت خويا التونسي، عيش يا التونسي من الجزائر، اوكل اوكل نورمال عادي، استرزق على روحك يا التونسي ما قلنا والو، ولكن انك تتهجم عليا وانا ندير فيك هذا الخير كامل، هذه عمرنا ما نقبلوها، نبقى نقولها لكم نعاودها، عمرنا ما نقبلوها وما راحش نسكتوا عليها، وجميع واحد منكم يتزيد يتكلم فينا بالسوء رانا هنا باش نرمدوه باش ما نخليو له والو من الاخر. ولكن الحاجه يعني يا خاوتي اللي تفرحك انه الجزائري دائما قلبه ابيض، هذه الحاجه اللي تعجبني في الجزائريين، مازالت فينا اخويا، مازالت فينا رحمه، مازال فينا واحد يشوف عبد مرمي في الطريق ما يحملهاش خاوتي تضيق له، اقل حاجه يديرها له خاوتي كيشوف انسان كيما هكذاك
أنه يدعي له. هذا هو الجزائري، هذه الحاجة اللي تعجبني في الجزائريين. أيضا هذاك الفيديو بين لنا يا خوتي باللي الجزائري عمره ولا كان حاقد، باللي الجزائري دمه سخون واللي يغلط ما هيخلص. والحمد لله كيرانا جزائريين، أقسم بالله أحسن شعب في العالم، ما كانش كيفنا احنا. ودائما راني نقولها في عديد الفيديوهات خاوتي، احنا احسن شعب، واللي ما حبش يخبط راسه على الحيط. من الاخر كاين بزاف حيوط، اتهلاو واخبطوا ريسانكم على الحيط. المهم اخوتي الكرام، وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. انتم ايضا خليونا رايكم في التعليقات، وما تنساوش ايضا لي لايك خاوتي، وانشروا الفيديو مع كامل الجزائريين باش يشوفوا كيفاه مداير الجزائري، كيفاه مخدوم الجزائري. تحية الجزائر دائما وابدا. السلام عليكم خاوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.